أعزائي المشاهدين، نحن معكم مباشرة عن الطريق لحتى نعرف العالم شو قصتهم جنن جنون على الكهرباء. مسيو حضرتك شو عم تعمل لما عم تنقطع الكهرباء؟ شو عم بعمل؟ عم بجن جنوني مثل كل هالعالم، بس تنقطع بنزل بولع دولي، بس تجي بنقبر بطلع على البيت. مدام انت كمان بس نقطع الكهرباء بتنزل بتولع دواليب وبس تجي بترجع بتطلعي على البيت؟ انه يا اكيد شو بدك انا اقعد بالبيت هيك لحالي وكلهم تحت قاعدين عم بطقوا حنك بزر وما بزر بزورات بيره ما بيره اللوز حتى منشوي هول الفخاد على الدواليب روعه تعي تعشي معنا الساعه 6 اوكي مسيو انت كمان بس نقطع الكهرباء بتنزل بتولع دواليب وبس تجي بترجع بتطلع على البيت؟ لا انا بالعكس. كيف يعني؟ انا بس اعرف بدها تجي بولع دواليب وبقطع الطريق وبس تنقطع بطلع على البيت. كتير غريب انه انت بس تجي الكهرباء بتنزل بتولع دواليب وبس تنقطع بترجع بتطلع على البيت. لا بس تجي حماتي بولع دواليب بس تنقطع الطريق بطلع دغري على البيت. اسحب يا ارنب.